أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، أهلا بكم من جديد بمقطع صغير حول أنثى أحد الأقفاص. لاحظت بأنه منقارها العلوي بدأ يطول أكثر من اللازم وبدأ ينعكف مثل منقار طيور الحب بدأ يصير، وهذا راح يأثر عليها بالأكل بطعام الأفراخ مالها. بس بصراحة هسه ما أقدر أزمها وأقص الهياة لأنه عندها أفراخ ما أريد أأذيها، وبعدين يجوز ما توكل الأفراخ. راح أنتظر إلى أن يكبرون الأفراخ ويطلعون من العش، رأسا أزمها وراح أقص المنقار مالها، وإن شاء الله أسوي لكم فيلم عن طريقة القص مالته، لأنه لو بس ما أعتقد هي تتحرك هواية، ما أعتقد راح تقدرون تشوفوه بصورة صحيحة إيش قد نازل. وهسه هي تحت الضوء اللي مثل أشعة الشمس، طلعت من العش كانت نايمة على الأفراخ من جيت يمهم وبدأت تنظف روحها. أتمنى لكم الموفقية بتربية البلابل، وإن شاء الله الكل تكون سنة خير وموسم جيد. مع الشكر الجزيل.